طيب عموما احنا هنروح برضو مع حضراتكم دلوقتي لايقونه النهارده. في حلقه النهارده اتكلمنا عن مجموعه ايقونات رونالدو على ميسي الى اخره. هنتكلم بقى دلوقتي معاكم عن ايقونه التنس السويسري روجر فيدرر اللي احتفل بالامس بعيد ميلاده الأربعين. طبعا هذا اللاعب له تاريخ وسجل كبير جدا جدا جدا، بيضم 20 لقب في البطولات الكبرى ومجموع 103 لقب في مسيرته الاحترافية، وطبعا اعتلى صدارة التصنيف العالمي لمدة 310 أسبوع. طبعا كل ده إلى جانب الفوز بجوائز مالية تفوق 130 مليون دولار. أما عشاق فيدرر احتفلوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأعربوا عن حبهم ليه وأمنياتهم لنجمهم المفضل وأملهم في حياة عملية طويلة تؤمن المزيد من المتعة في المنافسة مع النجمين رافائيل نادال ونوفاك جوكوفيتش. أصبحوا هم الثلاثي بيشكلوا حالة من المتعة في عالم التنس. أسماء عظيمة وكبيرة جدا ومحترفة أكيد طبعا. في عالم التنس.